رام شريق اون تايم سبورتس في كل مكان بعد نهاية مباراة المغرب والأردن وفوز المغرب معنا بدر بنون كابتن فريق نادي المغربي. بدر برحب بك على اون تايم سبورتس ومبروك طبعا الفوز اليوم في المباراة. أعتقد أداء رائع رباعية في المباراة الأولى ورباعية في المباراة الثانية. طبيعة الحال الحمد لله أولا على النتيجة والأهم اللي هو 3 نقاط. المقابلة اليوم دخلناها باش نحسموا التأهل ديالنا مبكرا وتحضير المقابلة ديال الربع النهائي، لأننا من المتوقع أننا غادي نواجه منتخبات كبيرة في الربع النهائي. الحمد لله اليوم دخلنا من أول لقاء حنا مركزين، كنا عارفين بأن غادي تكون مقابلة مختلفة سيئا مع المقابلة الأولى أمام منتخب فلسطيني. اليوم جميع اللاعبين كانوا مركزين واستطعنا أننا نسجلوا مبكرا، هذا الشيء اللي خلى لنا اننا نكملوا الصوت الثاني باريحيه الحمد لله. هدف اليوم واعتقد بدر يعني معروف انه هدف، لكن هدف اليوم اعتقد ثقه وانت كابتن الفريق وتقود الفريق في الملعب، يعني اعتقد شيء رائع النهارده ليك. اولا شرف كبير انك تكون كابتن ديال عدد كبير من اللاعبين الكبار اللي موجودين في الفريق. في الاخير كتبقى دي صارت القياده، ولكن الاهم هو الدور الكامل ديال المجموعه. الحمد لله حنا كنستغلوا كمجموعه اللاعبين كيتقبلوا مع بعضياتهم، وكنحاولوا اننا نطبقوا التعليمات ديال المدرب على احسن وجه ونضرب بواحد الوجه المشرف. بخصوص الضربه الثابته كنظن بان الثمار ديال النجاح ديالنا الاشتغال في التمارين، دائما كنركزوا على الضربه الثابته لانها في الكره الحديثه ولات حاجه مهمه بالنسبه لنا. يعني لكم قاعده كبيره في مصر واحنا كاون تايم سبورتس موجودين معاكم هنا، لكن احتمال يبقى في مواجهه بين المغرب ومصر، شايفها ازاي والدعم اللي انت بتلقاه؟ بص انا دلوقتي اجاوبك مصري. الحمد لله اولا اننا حققنا التأهل، ما كنعرفوش المنتخب اللي غادي نواجهه في ربع النهائي، ممكن منتخب مصري، ممكن منتخب جزائري، ممكن منتخبات اخرى. الاهم عندنا هو اننا نكونوا مركزين في جميع المقابلات. المنتخب المغربي كيلعب مقابله بعد مقابله، اليوم خلصنا مقابله تاع الاردن، غادي نحضروا مقابله جايه امام المنتخب السعودي، لما لا تحقيق 3 نقاط ثاني والفوز بالعالم الكامله. من بعد عندنا 3 ايام ولا 4 ايام اللي غادي نحضروا مقابله ديال ربع النهائي. المنتخب المغربي كنضرب انا مستعد لاي منتخب غادي يواجهه ان شاء الله في ربع النهائي. اجابه واحده، ايهما تفضل مصر ام الجزائر اذا تاهلوا يعني الثنائي؟ لا انا قلت لك هو اي منتخب يكون قدامنا في الربع النهائي، المنتخب المغربي محضر لكل منتخب ان شاء الله، وغادي نكونوا كويسين. شكرا.